أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدن لك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو
كل شيء هالك ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلى ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا وله الحكم وإليه
له الحكم كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبذا ويحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك
رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها صدق الله العظيم الفاتح.